تاريخ طويل لإذاعة البحرين تحتفي به وزارة الإعلام بمناسبة تدشين هذا المشروع الطموح بهدف مواصلة مسيرة العمل الدؤوب والاستفادة من الخبرات المتراكمة والتاريخ العريق الذي سطرته السواعد الوطنية عبر أثير إذاعة البحرين منذ التأسيس. باسمه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي. هنا البحرين، كلمة استفاضت بها استوديوهات إذاعة البحرين لعقود طويلة، عاصرت جيل الرواد وتداخلت بين العلوم والثقافة والأخبار، كانت حاضرة حضورا صاخبا عكس طوال تلك الفترة مدى الاهتمام الكبير الذي أولته المملكة لوسائل الإعلام وحرية الرأي والمعرفة في تقدم كان هو الأبرز على مستوى المنطقة، لتواصل وزارة الإعلام مسيرتها الوطنية في أداء دورها الوطني الفاعل. اليوم احنا نتكلم عن إذاعة لها ريادة في منطقة الخليج، إذاعة لها باع كبير وخبرات تراكمية في مجال الإعلام المسموع. هذا المرفق اليوم يشهد نقلة نوعية في تطورها التقني من خلال منظومة جديدة، منظومة حديثة تواكب أحدث المنظومات الإذاعية في العالم، وأيضا تواكب وسائل الإعلام الحديثة لكي تتوافق معها. لا شك من هذا المشروع متطور وبيكون نقلة نوعية في جودة البرامج من الناحية التقنية، خصوصا بأن الاستديوهات المرة مرتبطة بشويتين صوت وصورة. عادة الاستديوهات المتعرف عليها خصوصا في الإذاعة هي مرتبطة بصوت بس، هالمرة لا، دشينا على تقنية جديدة فيها صورة، لأن الاستديوهات الجديدة مرتبطة بكاميرات متطورة جدا تواكب التكنولوجيا الحديثة. حقيقة النظام الجديد بالاستديو بيخلق بيئة عمل ممتازة لطاقم الإذاعة للإبداع والتميز. احنا كقياديين في وزارة شؤون الإعلام فخورين جدا بالكفاءات البحرينية اللي تشغل المشروع بكل كفاءة واقتدار. من منطلق حرص الوزارة على تحديث وتجديد منصاتها الإعلامية، جاء مشروع تحديث إذاعة البحرين صوت المواطن الأول، ليشتمل على تطوير استديوهات الإذاعة ومرافقها الأساسية وفق آخر التطورات التقنية والفنية المعمول بها في هذا المجال، استنادا على إرث عريق من العمل الاحترافي الدؤوب والمهني. مشروع التطوير الإذاعي يشمل تطوير 9 استديوهات إذاعية وغرفة للمراقبة المركزية وأرشفة، ويعتبر ذلك نقلة نوعية في التقنيات الإذاعية. تم التقلب في هذا المشروع على معظم التحديات التي كانت تواجهنا تقنيا وفنيا في النظام القديم، فضمن التجهيزات استطاعت وزارة شؤون الإعلام من خلال استديوهاتها بخلق جو مريح إيجابي للمذيع خلال تواصلها مع الجمهور دون حواجز أو تحديات، كما ارتقت بجودة الصوت من النظام التماثلي القديم أنالوج إلى النظام الرقمي ديجيتال. أما غرفة التحكم الإذاعي المركزي MCR فقد طورناها لتسهل عمل الفنيين فيها وتسهيل التحكم في الإشارات ومراقبة جودة الإشارة وتحويلها من النظام التماثلي إلى النظام الرقمي. سلاسة نقل المعرفة هو منهج تم العمل فيه على مدى سنوات طويلة في إذاعة البحرين. الجيل القديم وهو جيل الرواد اللي عملوا في الإذاعة مبكرا لم يبخلوا على الجيل الحالي وما قبل الحالي بأي معلومة أو أي مهارة أو أي تدريب لازم لتمكينهم من عملهم. ما نحرص عليه الآن هو إلمام الجميع بالمهارات اللازمة لإدارة هذه المنظومة الجديدة. في حال غياب أي موظف، هناك موظف يقوم بنفس المهام، سواء موظف أو مسؤول أو أي كان يعمل في هذه المنظومة. لا شك أن مشروع التطوير الفني لقطاع الإنتاج الإذاعي سينقل الإذاعة نقلة نوعية من ناحية الشكل والمضمون، وما يهمنا في هذه
المرحلة هو استثمار هذه المنظومة المتطورة لإيصال رسالة مملكة البحرين وإبراز صورتها الجميلة وتحقيق أهداف الإذاعة. تاريخ طويل امتد لعشرات السنين، وحجم إنتاج متقدم ومجود قامت عليه سواعد منتسبي إذاعة البحرين بمهارات وكفاءات وطنية شابة ترنو دائما إلى الارتقاء بالرسالة الإعلامية الوطنية إلى أعلى المستويات، لتبقى إذاعة البحرين الوسيلة الإعلامية الأقرب صوتا وإحساسا وفكرا من جمهورها العريض الذي أحسن الإصغاء والانتقاء خلال سنوات طويلة قدمت من خلالها النخب الثقافية والأدبية والإعلامية عصارة فكرها ومنارة الأدب وآخر الأخبار والتغطيات. مواكبة لآخر التطورات في مجال الإذاعة، جاء هذا المشروع مستندا على إرثه العريق وريادته المشهودة في هذا المجال، ليواصل أثير هذه الإذاعة في إيصال صوت المواطن ومخاطبة الجميع بهنا البحرين. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.